الله فهي يرحمه. يمكن من الأغاني اللي عملت ضجة لوليد توفيق. ويمكن وليد أنت طلعت في زمن كان صعب إن حد يسيب بصمة، كان أكيد في مصر كانوا يعني. دلوقتي الجيل الجديد عنده فرصة أكتر، لكن الوقت اللي طلع فيه وليد إن ما كانش المطرب ده قوي جدا وجامد جدا ما يدخلوهوش في شوفي، احنا مصر. طلعنا بوقت ما فيش صناعة ولا في كورتيزون ولا في أكاديمية، طلعنا بالوقت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول النجم ده بيخلق من بطن أمه باللبناني نجم. مش بس مغني، ممكن يكون مخرج، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون بيقدم برامج زي حضرتك، عنده كاريزما من ربنا، ملاش دعوة بالغنى. الغنى والصوت حاجة والحضور والذكاء ده حاجة تانية. يعني ممكن تلاقي فنان صوته جميل جدا وتلاقي فنان بيغني حلو انما مش ذكي وما عندوش كاريزما مع الناس، في حاجز كده. فده دلوقتي بيحصل وانا اثبت كلامي انه في نجوم كتير عم تطلع تغني، فينهم؟ عندهم صوت وعلموهم ازاي يتكلموا او يقفوا على المسرح. ده ما بينفعش مع الناس. اذا ما كنت انت قريبة من الناس وبتشبهي الناس وصادقة مع الناس، مش ممكن يفتحوا قلوبهم ويحضنوك. فعشان هيك احنا زماننا زمن حقيقي، زمن حقيقي، لا في مكياج ولا في مساحيق ولا في تعليم. زي ما انت كده بعبلك، يا يحبوك يا ما يحبوك. ده ميزه مهمه جدا. على كوبري 6 اكتوبر انا شوف كده ده المتحير، على كوبري 6 اكتوبر انا شوف كده ده المتحير، وفادتني لهجه قلبي وفادته بعمري واكتر، وفادتني لهجه قلبي وفادته بعمري واكتر. على كوبري 6